الانتخابات الروسية، حيث حقق فلاديمير بوتين فوزا كاسحا في الانتخابات الروسية التي جرت أمس وفق النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المركزية للانتخابات. وبذلك سيرأس بوتين روسيا حتى العام 2024. للمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا فاتحة وعلي. صباح الخير فاتحة. صباح الخير محمد. صباح الخير سحر. فوز كاسح لبوتين فاق كل التوقعات حسب النتائج الأولية واستطلاعات الرأي. والفوز فوزان لبوتين، ربح أو ظفر بولاية الرابعة وربح رهان نسبة المشاركة التي تجاوزت 67%. فإلى حدود فرز 99% من أوراق الاقتراع حصل فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين، أي أن 55 مليون ناخب صوتوا لصالحه. بذلك سيبقى سيد الكرملين حتى العام 2024، حينها سيبلغ من العمر 72 عاما، وسيكون قد أمضى 25 عاما منها في السلطة بعد تعيينه خلفا للرئيس السابق بوريس يلتسين في انتخابات سنة 2000. والنتيجة التي حققها بوتين محمد هذه المرة هي الأفضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهي كذلك أفضل النتائج التي حققها بوتين في مساره السياسي. ماذا عن ردود الفعل؟ بوتين يقول بأن الفوز الساحق الذي حققه هو انعكاس للشعبية الجارفة التي يتمتع بها ولثقة الناخبين فيه. المعارضة تتحدث وتتحفظ وتتحدث عن خروقات. بعد الإعلان عن النتائج مباشرة، انضم بوتين إلى المئات من أنصاره وسط العاصمة الروسية موسكو للاحتفال بفوزه الكبير، وبدا سعيدا بفوزه وشكر من صوتوا لصالحه. بوتين أكد كذلك على ضرورة اتحاد جميع القوى السياسية في روسيا بناء على المصالح القومية. هذا من جانب. من جانب آخر، تهمت المعارضة الروسية وعلى رأسها أليكسي نافالي أبرز المعارضين الروس، تهم الكرملين بتضخيم نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بعمليات تزوير عبر حشو الصناديق أو عبر تنظيم نقل الناخبين بأعداد كبرى إلى مراكز الاقتراع. وأكد نافالي أن نسبة المشاركة الحقيقية أدنى بكثير من تلك المسجلة في انتخابات 2012. ومن جهة أخرى، عرضت منظمة جولوس غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة الانتخابات فيديوهات على موقعها الإلكتروني توثق لحالات تزوير ولتجاوزات تباينت بين حشو صناديق والتصويت أكثر من مرة وعرقلة عمل المراقبين. في المقابل محمد، أكدت رئيسة اللجنة الانتخابية أن عمليات أو التجاوزات لم تصل إلى هذه الدرجة التي ربما رمزها. السر في استمرار بوتين لولاية رابعة في روسيا هو إيمان الكثير من الناخبين الروس بكون بوتين انتشل لروسيا من فوضى التسعينات وإعادة للاقتصاد ولروسيا أمجادها. تماما محمد. ينسب الكثير من الناخبين لبوتين الفضل في الدفاع عن مصالح روسيا الاتحادية في عالم خارجي معاد، وأنه استعاد الاستقرار بعد الفوضى التي خلفها انهيار الاتحاد السوفيتي، حتى وإن كان الثمن المواجهة مع الغرب وتأزم الأوضاع المعيشية وتراجع الحريات في الداخل. ورغم تعمد بوتين إبقاء الأمور غامضة حول قراراته التي ستالي الانتخابات، فإن تكهنات بدأت تنتشر حول احتمال عدم تمديد الثقة لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وإجراء تغييرات واسعة في مؤسستي الخارجية والدفاع، وهما المؤسستان اللتان شكلتا العماد الرئيسي لسياساته خلال السنوات الأخيرة. وعموما، ومهما كانت الخطوات التي سيتخذها بوتين في بداية ولايته الجديدة، فهي ستحمل كما يشير مقربون من الكرملين تأثيرات مهمة على كل ملفات الساخنة التي تلعب فيها روسيا أدوارا مهمة، إن كان على الصعيد الداخلي أو الخارجي. أمارات المرحلة المقبلة ربما بدأت تتكشف. بوتين قال بأنه سيتعاون مع الشركاء، سيحل المشاكل العالقة. ربما هناك تغييرات جذرية في تعامله مع أوروبا وأيضا مع الولايات المتحدة. بعيدا عن مساره السياسي، ربما الحافل، البعض يتساءل من هو هذا الرجل؟ كيف تسلق المصعد السياسي في روسيا وصل إلى القمة؟ بالفعل، اعترف بوتين محمد على موقع إلكتروني مخصص لسيرته أنه ينحدر من أسرة متواضعة، ولد في عائلة كادحة في غرفة واحدة في مدينة لينينغراد. شعاره في الحياة هو أن إن كان لابد من المعركة فيجب أن تكون الضربة الأولى لك.
انتسب إلى جهاز الاستخبارات السوفيتي كي جي بي، حيث أصبح عميل استخبارات خارجية، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي انتقل من الكي جي بي إلى للعمل مستشارا في العلاقات الخارجية لرئيس بلدية سان بيترسبورغ، وبعدها حقق صعودا خاطفا. ففي 1996 استدعي إلى موسكو للعمل في الكريملين، وفي 98 عين على رأس جهاز الاستخبارات الذي حل محل الكي جي بي، وقبل أن يعينه الرئيس بوريس يلتسين بعد سنة رئيسا للوزراء، بحثا عن خلف قادر على ضمان أمنه بعد انسحابه من الحياة السياسية. ومن هنا كانت انطلاقته كرجل البلاد القوي. شخصيا بوتين الأب لابنتين ومطلق منذ العام 2013، ويلزم تكتما شديدا على حياته الخاصة، كما يحرص على الاعتناء بصورته الخارجية، فيظهر وهو يمارس العديد من الرياضات. بالفعل هو رياضي محترف، ومضمون أنه في الرئاسة إلى العام 2024. شكرا لك فاتحة وعلي على هذه الفقرة العميقة حول الانتخابات الروسية.